ياسر محمد من جماعة أنصار السنة، متحدثا في عزاء الدكتور الترابي. الحمد لله القائل في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا القائد الفذ، وأقولها قائدا فذا ومميزا وظاهرة فريدة أحسبها لا تتكرر كثيرا، أقول له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الإعلان بدين الله سبحانه وتعالى على منابر لم يعتاد الناس أن يذكروا اسم الله عليها. الله أكبر، الله أكبر. أخذ الله سبحانه وتعالى الدكتور في هذا الظرف الحرج ليرى الله سبحانه وتعالى أي تحمل الناس بعد ذلك المسؤولية أم لا؟ شفت الكلام ده كيف؟ هذا ناس مجارمة يا شيخ، ناس مبتدعة، الناس اللي بيأصلوا الأشياء دي والدكاترة دي تحديدا، والله مبتدعة، والله يا أخوان مسلمين شاءوا أم أبوا، أخوان مسلمين الناس دي، عرفت كلامي؟ والمنهج اللي بيأصلوه للمجتمع ولشباب الدعوة والله ما هو إلا منهج سيد قطب، تبا له حيثما وجد. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.